أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. السفارة الأمريكية في سوريا تقول في تغريدة على تويتر إن سياسة واشنطن تجاه بشار الأسد لم تتغير، وهو لم يفعل شيئا لاسترداد شرعيته التي فقدها منذ وقت طويل وفق التغريدة. دخول شاحنات إغاثية تابعة للأمم المتحدة إلى إدلب من معبر سراقب قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد. معلمو ريف دير الزور والحسكة والرقة يؤكدون استمرار اشتراكهم بإضراب الكرامة حتى الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي. مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخرين بقصف مدفعي للجيش الوطني استهدف أطراف مدينة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قسد شمالي محافظة الرقة. مفوضية اللاجئين في الأردن تقول إن 64% من اللاجئين السوريين يعيشون حالياً بأقل من 4 دولارات أمريكية في اليوم الواحد. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن لجوء أكثر من 4 ملايين شخص من أوكرانيا إلى دول الجوار منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.